بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في أعلام الطريقة الذين ذكرهم في رسالته، ومنهم أبو الحسين أحمد بن محمد النوري. الفاتحة لروحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو الحسين أحمد بن محمد النوري، بغدادي المولد والمنشأ، بغوي الأصل، صاحب السري السقطي وابن أبي الحوارة. السري السقطي اللي هو خال سيدنا الجنيد، وابن أبي الحوارة، وكان من أقران الجنيد رحمه الله. مات سنة 95 و200، وكان كبير الشأن، حسن المعاملة واللسان، أي حسن المعاملة مع الله وحسن اللسان مع الخلق، أو حسن المعاملة واللسان مع الخلق ومع الله. قال النوري رحمه الله: التصوف ترك كل حظ للنفس، ترك كل حظ للنفس، والنفس هي ما كانت لها أهواء وشهوات مخالفة للشرع الشريف أو مباحة ملهية عن الشرع الشريف. يبقى الشهوة قد تكون مخالفة، فهذا يبتعد عنها تماما، ابتعاد الطائع عن المخالفة. وقد تكون مباحة لكنها ملهية لأنها تؤدي للغفلة، فيتركها من كان عنده علو همة، وإن كان ليست مطلوبة لكل الناس، فليس كل الناس أهل همة عالية. قال النوري رحمه الله: التصوف ترك كل حظ للنفس. وقال النوري: أعز الأشياء في زماننا شيئان، في زماني هو في القرن الثالث الهجري، فما بالك بقى زماننا احنا، خد بالك. أعز الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقة. العارف هو من وصل إلى مرتبة حق اليقين، والعالم من كان في مرتبة علم اليقين. فالعالم يقف مع الدليل، وعلم اليقين لأهل العقول، والعارف يصل إلى حالة الفهوم، فهم أهل الحقائق، وهم أهل حق اليقين. يترك الدليل إلى المدلول، فيقول: عرفت ربي بربي. سيدنا علي كان أهل المعارف كله، كان يقول: عرفت ربي بربي، أي لم يعرف ربه بالدليل، أو عرفه بالدليل أولا، فارتقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. فالعارف أعلى من العالم. العالم محجوب، محجوب بالدليل، والعارف أهل كشف وعيان. عرف، من ذاق عرف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: عرفت فالزم، عرفت فالزم، لما قال له: رأيت عرش الله بارزا، يعني رأى. أنت تعلم أن الله له عرش، وتعلم أن هناك جنة، وأن هناك نار، وهذه الأشياء، لكن لم ترها، فأنت عند من أهل العلم بالدليل، علم يقين. لكن إذا رأيته صارت عيانا. فلما رآها سيدنا حارثة، فقال له الرسول إيه؟ قال له: علمت ولا عرفت؟ عرف. فالمعرفة أعلى، وأهل المعرفة ينطقون عن معايشة، وأهل العلم ينطقون عن دليل لا عن معايشة. فيقول: قال فلان وقال علان، فيخبرون بالنقول وبالسماع. أما أهل المعرفة يتكلمون بالمعايشة، لأنه يعيش الشيء. عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقة.
لان هناك من يتكلم كلام اهل المعارف لا عن حقيقة بل عن اختلاق، يريد ان يتشبه بهم، فيريد ان يتكلم كلام فيه نوع من العمق وليلبس على الناس انه هو يعيش هذه الحال وهو لا يعيشه، لكن يريد ان يشتهر بين الناس. سمعت ابا عبد الله الصوفي رحمه الله يقول: سمعت احمد بن محمد البرزعي يقول، سمعت المرتعش يقول، سمعت النوري يقول: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه، يعني لا يقتدى به ولا يعد من اهل الطريق من خالف في الظاهر مقتضيات العلم الشرعي، اي مقتضيات الدليل اللي هو القرآن والسنة. فمقتضيات العلم الشرعي لابد ان يكون المتحقق في باطنه ان يكون ظاهره على مقتضى ظاهر الشريعة، فان وجدت خلاف ومخالفة فلا تقربن منه، اي لا تأخذ عنه ولا تقتدي به، لكن قد تسلم له، قد تسلم له اما لخلل في عقله مثلا لانه صار من اهل جزم وغير مكلف او شيء من هذا، تسلم له اتركه يعني. من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي، قال لك كذبه، قال لك كذبه، ما قال لكش كذبه، يبقى حسن الظن بالناس مطلوب، لكن لا تقربن منه اي لا تقتدي به، لكش دعوه بيه، سيبه لله في خلقه شؤون، ان صح وما فيش مانع، لكن لا تظن انك افضل منه، لك ان تنصحه، لك ان تعترض على افعاله، لكن لا تعترض عليه هو، ولكن تعترض على فعله. الفرق بين الانسان وبين فعله. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت ابا العباس البغدادي يقول، سمعت الفراغاني يقول، سمعت الجنيد، سمعت الفراغاني يقول، سمعت الجنيد يقول: منذ مات النوري لم يخبر عن حقيقة الصدق أحد، دليل أنه كان يتكلم عن معايشة، يتكلم عن معايشة لا يتكلم عن كلام يحفظه. ما معنى الصدق؟ يقول قال فلان في الصدق كذا وقال علان في الصدق، لكن لا، هو يقول ما يعيشه هو. أدي معنى منذ مات لم يخبر عن حقيقة الصدق أحد، أي عن معايشة. وقال أبو أحمد المغازلي، وهذا أيضا من باب تواضع الإمام الجنيد، الإمام الجنيد قرين له وكان عالي القدر والمقام، وقال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أعبد من النوري. قيل: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد. وقال النوري: كانت المراقع غطاء على الدر فصارت اليوم مزابل على جيف. كان في اول الامر الذين يزهدون في الدنيا لا ينظرون الى زينتها، فاذا قطع ثوبه لا ينظر لان يشتري ثوبا جديدا، بل ينظر الى قطعة قماش في الارض في اي مكان ولو في خرابة يأخذها فيغسلها ويجففها ويرقع بها ثوبه، لانه لا ينظر للدنيا. ولكن هو المغطى بهذه المرقعة كان كالدر لعلاقته بالله ولصدق معاملته مع الله. أما لما على قدر هؤلاء أهل المراقع الأول، جاء بعد ذلك في العصور التي تليهم أناس لبسوا المراقع حتى يظن الناس أنهم عالي القدر مثل هؤلاء السابقين، يطلبون الدنيا بالمراقع، ولكن وكانوا يقطعون الثوب الجديد ويرقعونه بقماش غالي الثمن، فيقول: لا تنظر إلى هذه المراقع الآن، بل هي مراقع على جيف، على جيف يعني على نفوس منتنة لأنها طلبت الدنيا، لأن الدنيا ما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، كما نظر إليه الإمام الشافعي يقول: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. فلما طلبوا الدنيا صاروا كالدنيا جيفة منتنين،
فلذا يقول كانت المراقع غطاء على الدر عندما لبسها أهل الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، ويكون في مهنة أهله. هكذا كان كل الأولياء والصالحين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت اليوم يعني أي المراقع في عصره مزابل على جيف. وقيل كان يخرج كل يوم من داره ويحمل الخبز معه، يعني كان يخرج كل يوم من داره ويأخذ معه فطاره أو أكله، ويحمل الخبز معه ثم يتصدق به في الطريق، ويدخل مسجدا يصلي فيه إلى قريب من الظهر، ثم يخرج منه ويفتح باب حانوته ويصوم. فكان أهله يتوهمون أنه يأكل في السوق، وأهل السوق يتوهمون أنه يأكل في بيته، وبقي على هذا في ابتدائه 20 سنة. هذا إمعانا في إخفاء حاله وعبادته مع الله، حتى عن أهله الذين يعيشون معه، حتى عن أقرانه في السوق. فكان يخرج من بيته آخذا طعامه، فيظن أهله أنه يأكل فيأخذه يتصدق به، ثم لا يذهب إلى حانوته في أول اليوم، بل يذهب إلى مسجد يصلي حتى يصلي فيه الظهر. فإذا صلى الظهر يذهب إلى حانوته يفتحه مكتفيا بفترة بسيطة في الأخذ للأسباب، ويظن أهل الحانوت أنه قد أكل في بيته واستراح في بيته، ويظن أهل بيته أنه قد أكل في السوق. وظل على هذا الحال 20 سنة يخفي حاله مع الله. ومن كلامه هذا في الهامش عندي: من وصل إلى وده أنس بحبه، ومن توصل بالوداد فقد اصطفاه الله من بين العباد. من وصل إلى وده أي حبه، يعني من وصل إلى الود مع الله بمراقبة النفس وبالتخلي والتحلي، أنس بحب الله عز وجل، حيث أنه لا يشغله شاغل عن محبوبه، لأنه قد قطع شهوات نفسه إلى الله، فلا شاغل له عما سوى الله، فأنس بمحبوبه. أنت إذا كنت تحب شخصا وجلست معه وعندك مغص تأنس بالجلوس معه، عندك صداع تأنس بالجلوس معه، عندك ألم في جسمك، عندك انشغال، عندك هم، يقولون لك مثلا دارك فيه مشكلة، حدث حادث لحبيب لك، هل تأنس به؟ لا تأنس به إلا إذا كنت فارغ البال عما سوى المحبوب. هكذا هم يقطعون كل القواطع الشهوانية والانشغال عما سوى المحبوب، فيأنسون بإيه؟ بود المحبوب. من وصل إلى وده أي بقطع كل العلائق والعوائق أنس بحبه. ومن توصل بالوداد، ومن توصل أي وصله الله بهذا الحب، ولذا قال توصل، لأنك أنت لا تصل، أنت لا تصل، الذي يوصل هو الله، هو الذي يوصلك، أنت تأخذ بالأسباب فقط. فإذا وجد الله فيك صدق التوجه إليه، وقد كتب لك منذ القدم السعادة، أخذ بيدك إليه فقطع عنك كل مجاهيل نفسك حتى يوصلك إليه. ولذا يقول ومن توصل بالوداد، مش وصل، بفرق. توصل دل على أن الموصل هو الله لا أنت، يعني السلك المهزوم المهزوم سلك، نعم، انه يتحقق بحقائق اهل القرب ويسلك الله به مسالك اهل الجذب. يعني البدايه تبقى الجذب الاول بعد كده نازل، ولا تتفاوت؟ ده امور ربك، الجذب ده بيد الله، السلوك بيدك. لا انا قصدي على الاثنين دول، يعني واحد خد الطريق سلك الى ان جذب، من وصل الى وده يعني جذب اولا الى السلوك من مشاغل نفسه، فاجتهد في الطاعه، فقبل الله منه الطاعة وهذا السلوك،
ما هو اذا جاءني يمشي جئته ايه؟ هرولة، يعني اختصرت له الطريق، اختصر له الطريق اللي هو الجزم. فالله سبحانه وتعالى يريد ان تقترب اليه ولو بخطى فيأتيك مسرعا سبحانه وتعالى. ومن توصل بالوداد فقد اصطفاه الله من بين العباد. نعت الفقير السكون عند العدم، يعني نعت الفقير الى الله ان يسكن الى قدر الله ولا ينظر الى ما لم يعطيه الله حال الفقد، ولا يتطلع ولا يتشوف، ولكن هو راض فإن أقامه في العدم لا يتمنى الغنى، وإن أقامه في الغنى لا يتمنى الفقر. نعت الفقير السكون عند العدم، والسكون هو ليست حالة الجوارح بل هي حالة القلب، أي لا يتطلع القلب ولا يهيج القلب، فالسكون وصف لحال القلب لا لحال الجارحة. نعم، يعني ممكن يكون فقير إلى الله ويجتهد في العمل في الدنيا للكسب، وهو يجتهد بجوارحه لكن قلبه ساكن. ها؟ عند العدم، عند العدم يعني الفقر، عندما لا تجد الشيء. نعت الفقير السكون عند العدم والبذل والإيثار عند الوجدان. فإذا أعطاه الله يعطي ويؤثر غيره. ومنهم أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء. الفاتحة لروحي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن يحيى الجلاء بغدادي الأصل، أقام بالرملة ودمشق. الرملة ودمشق مدينتان في الشام، الرملة في فلسطين حاليا أظن، ما بقتش فلسطين بقى، بقت إسرائيل. لا فلسطين، لا يعني في السياسة بتاعتنا، عندك أنت عندك أنت. لكن افتح الخريطة تلاقي إسرائيل. ها؟ في إسرائيل، لأن الحسين سلم البيت بالرملة سنة 50 فقط جواب الملك حسين. ايوه انا عارف. مقابل ان يتركوا له الاردن. كانوا عملوا كده مقايضه. اقام بالرمله ودمشق من اكابر مشايخ الشام. صاحب ابا تراب وذنون وابا عبيد البصري واباه يحيى الجلاء. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت محمد بن عبد العزيز الطبري يقول، سمعت أبا عمر الدمشقي يقول، سمعت ابن الجلاء يقول، قلت لأبي وأمي أحب أن تهباني لله عز وجل، يعني تتركوني كده مع الله، ما تأملوش في حاجة، كأن كنت ما جبتونيش، ولا تأملوا في شيء، ولا تطلبوا مني شيء، اتركوني كده لله، أحب أن تهباني لله عز وجل. فقال قد وهبناك لله عز وجل، خلاص لك ما تريد. هذا يدل على حال برضو العالي لأبيه وأمه، ويدل على سبق السعادة له أن جعله الله بين هذا الأب وهذه الأم. فغبت عنهما مدة، فخرج بقى يهيم يعيش مع من يوصلونه ويعلمونه. فغبت عنهما مدة، فلما رجعت كانت ليلة مطيرة، فدققت الباب، فقال لي أبي من ذا؟ قلت ولدك أحمد. فقال كان لنا ولد فوهبناه لله تعالى، ونحن من العرب لا نسترجع ما وهبناه، ولم يفتح لي الباب. ده دليل الهمة العالية، يعني رده إلى الهمة العالية. يبقى أبوه نفسه رباه، بيعلمه بيربي. انك انت اذا عزمت على امر واخذت الهمة العالية فاستمر. كانوا بيربوا رجالة مش بيربوا اطفال. وقال ابن الجلاء من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد. من استوى عنده المدح والذم يعني من العامة فهو الزاهد.
لان الزهد في الاول هو الزهد عن الطعام والشراب للمبتدئ، والزهد عن المال للمتوسط، والزهد عن الجاه والشهرة للمنتهى، لان شهوة الجاه والشهرة اشد طلبا للنفس من الطعام والشراب، بل قد يجوع من يجوع حتى يصورونه في التلفاز ويشتهر انه ترك الطعام والشراب لمدة 20 يوما، يجيبوه في مواقف وطرائق، يبقى يعذب نفسه بترك الاكل علشان يريد الشهرة، وقد يترك المال فترة طويلة علشان يضرب به المثل، زي غاندي. غاندي كده وهو هندوسي اراد ان يشتهر بالزهد في الدنيا، فترك المال والمتاع، وكان كل طعامه من معز، واراد الشهرة واشتهر، وهم ارادوا له الشهرة حتى يسلبوا المسلمين شرف الجهاد الذي حدث في الهند المحتلة، لان احتلال الهند كان كل الذي يجاهد الاحتلال كان المسلمين بس، والسيخ مستسلمون والهندوس مستسلمون، ولما جاء الانجليز اخذوا السلطة واحتلوها من المسلمين، فلما علموا انهم لابد ان يتركوا هذه البلاد وان شمس الاستعمار قد غربت عن مستعمراتهم، فارادوا ان يجعلوا قيادة من غير المسلمين يعلمها الناس، حتى اذا تركوا السلطة في الهند يتركوها لغير المسلمين بدل ما يتركونها للمسلمين. فوجد واحد زي هندي غاندي ده، راجل مقفع ما بيعملش حاجة، هندوسي وعنده البقرة بتاع الشاة بتاعته، بقى يصوروه في الصحف العالمية ويقول لك هو ده اللي بيقود الحركة المقاومة الهندية، هو ده ما بيعرفش حاجة في أي حاجة، ده بيعبد بقرة، وعملوه هم مربينه بنفس التربية دي زي ما حصل برضو. أصل المشكلة بتاعت الإنجليز إن هم يربوا ويمشوا بحيث ان اللي متربي نفسه عندهم يبقى عميل عندهم وهو مش عارف انه عميل، زي محمد بن عبد الوهاب. لو قريت انت مذكرات هنفر هتعرف ان محمد عبد الوهاب كان عميل انجليزي وهو ما يعرفش انه عميل، هو متصور انه بيخدم الحركة الاسلامية، متصور هذا. احنا ما بنقولش عليه انه هو عميل كان بيقبض منهم، لا، وهم يعني اللي قتل الملك فيصل ما هو من عيلته، واخد بالك ازاي؟ وقتلوا برغبته بمحض ارادته، بس هم اللي مربيين، وهكذا هم طول عمرهم كده، واليهود طول عمرهم كده. الموساد يعني بيجندوا ناس من اهل الاسلام دون ان يشعر ان هو مجند، لانه يجد فيه نوازع معينه يستغل هذه النوازع اللي هي فيه اصلا ويؤهلها لضرب المسلمين. وعبد الله بن سبأ اليهودي فما استعمل مسلمين في قتل سيدنا عثمان، هو بانت ايده يعني تلطخت بدم سيدنا عثمان أفضل. كل اللي خلى يقتلوا سيدنا عثمان بن عفان كانوا مسلمين، وهكذا، وكان وراها مين؟ يهودي. هكذا هم طول عمر الزمن كده هكذا. وفي الاخر لما الانجليز سابوا الهند سابوها لمين؟ للهندوس، هم اللي بيحكموها الهندوس. المسلمين ليهم وجود في الوزارة، ليهم وجود في القيادات هناك، لا وجود لهم، في حين ان اللي كان يحكم الهند مسلمين على مدى اكثر من 700 عام قبل الاحتلال الانجليزي. لما تقرا تاريخ الاسلام في الهند تعلم هذا، ولكن لما تركوها للهندوس، هم اللي يحكموا. نفس القصه عملوها في سوريا، نفس القصه الفرنسويه عملوها في سوريا، سابوها للنصيريه، والنصيريين دول طوائف ضلاليه، هم اصبحوا هم المجندين، هم الجيش منهم، وهم حزب البعث السوري اللي يبعث الحياه مره اخرى بعدما ماتت في الاحتلال، وهم الذين قادوا الثوره وكل القصه دي كلها عشان هم اللي يمسكوا الحكم وينفذوا المخطط الاستعماري بايادي السوريين نفسهم، وبعدين اهل السنه يكونوا مقموعين. هكذا في سوريا نفس القصه. وقال ابن الجلاء: من استوى عنده المدح والذم. يبقى المدح والذم اذا استوى عند الانسان يعني لا يطلب الشهرة بين الناس ولا يطلب الذكر عند الناس، ده معنى استواء المدح والذم، يعني لا يطلب الذكر ولا الشكر من الخلق. وده كان منشأ مذهب الملامتية اللي احنا اتكلمنا عليه،
ان هو يريد ان يصل الى المرحلة دي، ان هو عنده يعني حتى ذم الناس يكون سبب للوصول الى الله، حتى ييأس منه الناس وهو ييأس من الناس، يحطوه في البلاك ليست زي ما بيقول، واخد بالك، زي بيقولوا لا هو ده ينفع، ده ولا حاجه، ويطلع هو سدهم في الحقيقه. فده كان مذهب الملامسيه من شاء. من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد، ومن حافظ على الفرائض في اول مواقيتها فهو عابد، لان ما تقرب عبدي الي احب الي مما افترضته عليه، يبقى ده العابد. ومن حافظ على الفرائض في اول مواقيتها فهو عابد، ومن راى الافعال كلها من الله، اي لا فعل له بل الفاعل هو الله، على يد من شاء من عباده، فهو موحد لا يرى الا واحدا، اي لا تشغله الكثرة عن الواحدية، لان الكثرة ما هي الا تجليات الواحدية وتجليات الصفات، فهي متعددة في الظاهر واحدة في الحقيقة، لأن في فرق بين مظهر الشؤون ومصدر الشؤون. كل يوم هو في شأن، فشؤون العباد لا تنتهي، فمصدرها واحد ومظهرها متعدد، فمظاهر الشؤون متعددة ومصدر الشؤون واحد. ولما مات ابن الجلاء نظروا إليه وهو يضحك، فقال الطبيب، يعني مش يضحك بصوت، يعني مبتسم، يعني وشه كده بعد ما مات كأنه مبتسم، فقال الطبيب انه حي، شكله كده ده وش واحد حي. ثم نظر الى مجسته، يعني النبض بتاعه، فقال انه ميت. ثم كشف عن وجهه فقال لا ادري اهو حي ام ميت، يعني مش عارف. ده دليل حسن الخاتمة، يعني دليل ان الانسان لما يجي يموت بيكشف له عن حاله مع الله ومقامه، فان كان مقامه فيه خير يبتسم ويستريح وجهه، تجد اسارير وجهه ما فيهاش القباب، فيبقى كانه نايم مستريح. نسال الله حسن الخاتمه جميعا لنا ولاخواننا واحبابنا والمسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في داخل جلده عرق على شكل لله، يبدو ان كان الوريد بتاعه اللي على دراعه ولا في ايده اللي انت بتاخد فيه حقن ده، كان شكله كده مكتوب لله، نفس الوريد مش شكل على هذا الشكل. وقال ابن الجلاء رحمه الله: كنت امشي مع استاذي فرأيت حدثا جميلا، يعني راجل كده جميل، شاب جميل، يعني امرد، حدث يعني شاب جميلا، فقلت يا استاذي ترى يعذب الله هذه الصورة؟ فقال أو نظرت إليه سترى غبه، فأنت نظرت إليه وانشغلت عن الله، يعني انشغلت بالمخلوق عن الخالق. قال فنسيت القرآن بعده بعشرين سنة، يعني شؤم خلاف الأولى، فما بالك شؤم المعصية البواح، ده شؤم خلاف الأولى، فعل خلاف الأولى في المباح، فعل خلاف الأولى في المباح، فنسي القرآن بعد النظرة دي بعشرين سنة، فضل شايل شؤمها ما بنتش بعدها بيوم ولا اتنين ولا ثلاثة. وعلشان كده قالوا ان المعاصي بريد الكفر، هذا في حال عوام المسلمين، اما الصالحين فيؤاخذون بخلاف الأولى، حتى خلاف الأولى من المباح يؤاخذ، نسأل الله السلامة. يقول في الهامش: سمت همم المريدين إلى طلب الطريق إليه، فأفنوا نفوسهم في الطلب، وسمت همم العارفين إلى مولاهم، فلم تعطف على شيء سواه، أي لم تميل، تعطف يعني تميل على شيء سواه، الحق استصحب أقواما للكلام، يعني للذكر، واستصحب أقواما للخلة، يعني للحالة،
الكله ولا الخله؟ الخله. يعني هناك اهل احوال وهناك اهل اذكار، فهناك من يغلب على حالهم الذكر اللساني، وهناك من يغلب على حالهم الانوار القلبيه. فلا، فتجده ساكن في ظاهره لا يذكر كثيرا، ولكن هو اصطفاه الله لمقام الخله. فمن استصحبه الحق لمعنى ابتلاه بانواع المحن. يبقى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلصك امتحنك، وأين ما يريده عليك مما تريده إليه، فكل عبادة أنت تريدها إليه، وكل محنة هو يريدها لك، وما يريده إليك أعلى مما تريده لك إليه هو. ومن أحب، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، الخبر المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. هو في ظاهره الناس يرونه بلاء شديدا، لكن لكمال حال الصالح والنبي لا يستشعر أنه بلاء، بل يستشعر أنه منحة وليس محنة. هو يستشعر أنه منحة وليس محنة هو، ولكن أنت عندما ترى تظن أنه في بلاء شديد. ولذا إذا نظرت لإنسان فقد بصره يقول لك لا تظن أنني كحالك وأنت مغمض عينيك. يعني حال الإنسان اللي فقد بصره ليس كحال المبصر الذي أغمض عينيه. ده حال وده حال. لما فعل خلاف الأولى، وخلاف الأولى هو النظر، الانشغال بالنعمة عن المنعم، فهو نظر إلى نعمة حسن الصورة، لأننا لا نظن أنه نظر إليه بشهوة، لا يليق، لأنه حاله لا يدل على هذا السابق، أنه ينظر إلى غلام بشهوة، لا نستطيع أن نفهمها على هذا المعنى، وإن كان بعض الناس ممكن يفهمونه على هذا المعنى، ويقول أنه عوقب لأنه نظر إليه بشهوة ففعل المعصية. فنحن نعتقد حسن الظن بالأولياء مطلوب، ولكن نحن نعتقد أنه نظر إليه متعجبا من شدة جماله، فنسي من جماله المنعم، فلما غفل عن المنعم لحظة أخذه الله بهذا الأمر لعلو مقامه وعلو حاله. سيدنا يونس لعلو مقامه، طب ما انت ياما بتخرج من بيتك من غير اذن، الحوت بلعك ولا حاجه، تخرج تلاقي التاكسي مستنيك على الباب يوصلك، تلاقي واحد ياخدك معاه يوصلك، تلاقي التساهيل ماشي وانت خارج من غير اذن، عبد ابق من مولاك يعني. لكن شوف سيدنا يونس لما خرج بغير اذن ربه حصل له ايه؟ ابتلعه الحوت، ازمه كبيره. مع ان يعني فعله اللي عمله كده لما يدور عليه ايه، واحد خرج اجتهد وعلم ان اهل قوم هؤلاء كذبون، وكذبوا خلاص مش نافعين، فهو اجتهد ان يخرج الى غيرهم يجتهد معهم، يعني هو خارج ليجتهد ولم يخرج ليهرب، خارج يجتهد لان فربنا عمل فيه ايه؟ اديك انت عارف اللي عمل. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ كل انسان على مقامه، على حسب مقامه العالي، فكلما كان مقامه عالي كان اخذه على قدر مقامه. ربنا ينجينا. امين. وفي ناس مهما يعملوا ربنا لا يأبى بهم، اطفال بقى، والاطفال احباب الله. هو انت ابنك لما يبقى عيل صغير كده في KG1 وتقول له ولد ما تخرجش من غير اذن، هو بعدين تبقى انت قاعد كده بتقرا الجورنال وبعدين روح وفتح بابه خارج، هتطلع تضربه؟ ما انت عارف انه عيل بقى ملوش كلمة، فهمت؟ هتفوتها. فمن استصحبه الحق لمعنى ابتلاه بأنواع المحن، فليحذر أحدكم طلب رتبة الأكابر، يعني من غير ما يدفع الثمن يعني.
يعني ما تفتكرش انك انت بتوصل لرتبة الاكابر من غير ما تدفع الثمن من الاختبار والمحن والاجتهاد وغير ذلك. من بلغ بنفسه الى رتبة سقط عنه. يعني اللي هيظن ان هو بلغ الى الرتبة دي باجتهاد نفسه يبقى سقط عنه، يبقى ما وصلش الحاجة، لانه نظر الى عمله ونظر الى اجتهاده ونظر وترك التوكل على الله. ومن بلغ به اي بالله ثبت عليها، يبقى البلاغ بالله لا بنفسه. معنى ومن استصحبه ومن استصحب الحق لمعنى، لمعنى يعني لحاجة، لعلة عايزها، عايز حاجة معينة، كرامة تحصل له، عايز يبان عليه الأنوار، لغرض، يعني غرض في نفسه. ومنهم أبو محمد رويم بن أحمد الفاتح لروحه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رويم بن أحمد بغدادي من أجلة المشايخ، مات سنة 300، وكان مقرئا وفقيها على مذهب داود الظاهري. ثم طبعا الظاهرية أخذوا بظاهر الكتاب والسنة ولم يأخذوا بالقياس ولم يأخذوا بالرأي ولا بالتأويل. ايه الفرق بينهم وبين السلفيه؟ ده فرق كبير قوي. ما انتقصوش النبي ابدا. ما حدش فيهم انتقص النبي. هو بس داوود الظاهري كان ابن حزم الظاهري اللي مشي على مذهب داوود. مشي مع المعتزله. بس مشي مع المعتزله في حته. وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جبريل أفضل من النبي. كان رأيه كده زي المعتزلة. أما المعتزلة ذهبوا إلى هذا، الأشعرية ما عندهمش الحتة دي. فذهب إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء وأن سيدنا جبريل أفضل من النبي. يعني سيدنا محمد أفضل من الملائكة كلهم. واخد بالك إزاي؟ ولكن مش أفضل من جبريل. وبعدين قالوا ان هو بعد كده توقف وقال انا ما اقدرش افاضل، يمكن هما الاثنين زي بعض، ما عنديش يعني. في الاول مشي مع المعتزله وبعدين اتعدل شويه فسوى وبعد كده ما رجعش زي الاشعريه. اصل الفرق بين تفضيل النبي على سائر الخلق وتفضيل بقيه الانبياء على سائر الملائكه، ان دليل تفضيل النبي على سائر الخلق دليل قطعي، ودليل أفضلية البقية الأنبياء على سائر الملائكة دليل ظني. ومن يترك الدليل الظني غير الذي يترك الدليل القطعي، خدت بالك؟ فالفرق بس في أن أفضلية النبي على سائر الخلق قطعية الدلالة، قطعية الثبوت. بالقرآن والسنة ما حدش يعني اللي ينظر في القرآن والسنة كده وهو خالي الذهن وخالي الهوى وما قراش كتب ابن تيمية ولا قرا ابن كتب مش عارف مين، واخد بالك ازاي، ولا تعرض للجماعه الوهابيه في الطريق وهو جاي، فهتبص تلاقي خلاص يصل لمرحله ان فعلا ان سيدنا محمد ده افضل خلق، حتى لدرجه ان الكافر نفسه اللي عمل العظماء لما نظر وهو خالي الوفاض عن اي شيء، مجرد بس المقياس البشري المعتاد، خلى لك رسول الله على راس كل عظماء البشر، اللي هو اصلا ما يعرفش ان في ملائكه، يعني كان ذهنه خالي عن ان في ملائكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضليته على سائر الخلق بدلالة قطعية، ولذا قالوا أن خلاف الظاهرية لا ينقض الإجماع. قالوا كده عشان النقطة دي ونقطة تانية، بس أهمها النقطة دي. أيوه، لا ما عندهمش فقه وما عندهمش، ده خدوا بظاهر الحديث. خدوا بظاهر الحديث. الظاهرية مشكلتهم ان هم يعني غلطوا في الحتة. الامام الغزالي في الاحياء غلط غلطة كبيرة برضو، نسأل الله ان ربنا يغفر هذا. بيفاضل فبين علوم المخلوقات
فبيقول ان اعلم الاولياء علمه بالنسبة لاقل الانبياء نذر قليل، وعلم اقل الانبياء بالنسبة لعلم الرسل اقل الرسل نذر قليل، واقل الرسل علمه بالنسبة لعلم اولي العزم نذر قليل، واولي العزم علمهم كلهم بالنسبة لعلم النبي نذر قليل، وعلم النبي بالنسبة لعلم جبريل نذر قليل. هنا بقى اللي وقع، هنا بقى اللي وقع فيه، مش عارفين ليه عدت عليه دي او دخلت في كتبه الله اعلم، لكن كتبه كلها لا تدل على انه فكره بهذا المعنى، لكن ذكرها كده، وده شيء عجيب. واخد بالك ازاي؟ مع ان الامام الغزالي كان عالي الفهم، لكن لكل عالم كبوة. واخد بالك؟ فانت المطلوب انك انت تحترم جميع العلماء وتحب جميع العلماء، لكن تتقي كبواتهم. فهمت ازاي؟ وتدعو الله ان هو ربنا يغفر لهم كبواتهم دي، لحسن ظننا فيهم ولحسن اجتهادهم، وقد يجتهد ويخطئ. المقصد ان قدر النبي عالي لا يعلمه الا ربه سبحانه وتعالى. نرجو ذلك، نرجو ذلك، لكنها مكتوبه في الاحياء في باب العلم وفضيله العلم، ذكرها بهذا اللفظ دي. فده ما يليقش يعني، عشان كده اما تقرا في اي كتاب ما تاخدش كل كلمه قدامك، يعني كل حاجه برضه قابله للمناقشه. يا رب. وفقيها على مذهب داوود قال رويم من حكم الحكيم ان يوسع على اخوانه في الاحكام ويضيق على نفسه فيها. من حكم الحكيم يعني المربي، من حكمة الحكيم اللي هو المربي، حتى كان زمان يقولوا على الطبيب حكيم، يقول لك حكيم باش الصحة، مش كده؟ حكيم. وأنا بيجي لي عيانين كتير بيتعالجوا غلط من أطباء يعني المفروض شهادات عالية، اللي معاه دكتوراه وأساتذة فين؟ مش معناه إن أنا أحسن منهم يعني، لا، هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما نيجي نغير نظام العلاج ونقول له لا ده العلاج اللي أنت ماشي عليه بقالك سنوات ده غلط، ده أنت حقك تمشي في السكة دي. يقول لك يعني كل دول كانوا غلط يعني، وانت بقى المريض وهابي بقى. فالمهم يعني فبقول لهم ايه؟ بقول لهم ان الاطباء كتير لكن الحكماء قليلين. الاطباء كتير قوي على قفا من يشيل، لكل مواطن طبيب، لكن فين الحكيم؟ الحكيم ده اللي هو يعرف بقى ايه الحكمه المناسبه، اللي هو الامر اللي يفيد كل انسان على حده، مش علاج واحد لكل الناس، لا، كل واحد ليه علاجه. يبقى ده مرض وده نفس مرض وده نفس مرض، لكن ده طريقه علاجه مختلفه عن طريقه علاجنا عن طريق ايه؟ دي الحكمه. واخد بالك ازاي؟ عشان كده بيقول لك من حكم الحكيم، يعني من حكمه المربي اللي عنده حكمه في الاخذ بيد المريدين الى الله والسالكين، ان يوسع على اخوانه في الاحكام. يبقى ياخذهم بايه؟ بالهواده كده في الاحكام، ويعلمهم الرخصه زي ما يعلمهم العزيمه، علشان ما ينفرهمش في الطريق. خدت بالك؟ ياخد بايديهم الاول لحتى يذوقوا حلاوه الطاعه والعباده، مش يقفل لهم كل حاجه. ويضيق على نفسه فيها، لكن هو مع نفسه ياخد بالعزيمه. فهمت ازاي؟ يعني هو مع اللي بيربيهم ياخذهم بالراحه. أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه فيها، فإن التوسيع عليهم اتباع العلم، لأن النبي كده صلى الله عليه وسلم كان النبي حاله مع الناس كده، كان يعني إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا مع الناس تيسيرا، وقال بعثت ميسرا ولم أبعث معسرا صلى الله عليه وسلم، ودعا على المنفرين، ودعا على المنفرين، ودعا على المشددين على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن مع نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويقيم الليل كله حتى تورمت قدماه، ولما شاف الست اللي ربط الحبل علشان تمسك فيه كل ما يكبس عليها النوم وهي بتقيم الليل، قال اقطعوا الحبل فليعبد احدكم ربه نشاطا. يبقى مش عايز الناس تجتهد اجتهاد الزائد اللي يخرجهم عن الحد المعتاد، لكن هو مع نفسه
اخذ نفسه بفوق الحد، حتى ان الصحابة تعجبوا قالوا كيف يا رسول الله يعني تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال افلا اكون عبدا شكورا؟ يبقى هو مع نفسه حاجة ومع الناس حاجة تانية. هكذا دي الحكمة بقى، ده الوارث المحمدي. فهمت ازاي؟ لان المربين دول والراس محمديين، فتلاقي ايه ياخد مع نفسه العزيمة لكن الناس يحببهم بالرخصة وبالتسهيل وهكذا. من حكم الحكيم ان يوسع على اخوانه في الاحكام ويضيق على نفسه فيها. عشان كده الامام احمد بن حنبل يقول لك يا انت حنبلي لما يلاقيك مشدد، مع ان لما تنظر لمذهب الامام احمد بن حنبل تجده في الفروع ايسر المذاهب في الفروع، لان الامام احمد بن حنبل في مذهبه اللي هو المعتاد للناس كان ماشي على هذا النهج، لكن حياته مع نفسه كان ياخذ نفسه بالعزيمه والشده. فلا يقول لك حنبلي يعني على طريقه الامام احمد، على طريقته مع نفسه مش في مذهبه، هو طريقته مع نفسه كانت شديده لكن مع مذهبه كاراء يسير، من ايسر المذاهب في الاراء. ويضيق على نفسه فيها، فان التوسعه عليهم اتباع العلم، لان ما جعل عليكم في الدين من حرج، ادي العلم اهو، ادي القران اهو. والتضييق على نفسه من حكم الورع، لان الورع هو ترك جزء من المباح مخافة أن يقع في الحرام. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول سألت رويما فقلت أوصني، فقال ما هذا الأمر، يعني أمر التصوف، ما هذا الأمر إلا ببذل الروح، يعني ببذل الجهد في الطاعات، بذل الجهد لدرجة يعني ايه، يعني كأنك بتبذل روحك ودمك، يعني معناه كمال الاجتهاد في الطاعات، الا ببذل الروح، فان امكنك الدخول فيه مع هذا، اذا يعني نويت على كده ادخل، مش هينفع يبقى خلاص، والا فلا تشتغل بترهات الصوفية. ما تفتكرش ان طريق الصوفية ده طريق كده شوية بهاليل ودراويش، لا، ده طريق علم وعمل واخلاص ومواظبة واستمرار ومخالفة للنفس وقمع شهوات، ده طريق كله اشواك، فما تفتكروش ان هو طريق سهل. ما تفتكرش بقى شوية كلام الدراويش، ترهات الصوفية اللي احنا نقول عليهم باللغة المصرية درويش، الدرويش هو الذي غلبت عليه العبادة وقل علمه، ده نسميه درويش. تلاقيه قاعد يعبد طول النهار، تدور عليه تلاقيه بيتوضى غلط، طول النهار بيصلي. طب يا ابني نواقض الوضوء ما يعرفهاش، طب ايه شروط صحة الصلاة ما يعرفش، ده درويش. فهمت ازاي؟ فعلشان كده يقول لك ما تمشيش بقى ورا ترهات الصوفية، يعني الدراويش اللي هم غلب عليهم العبادة دون ايه؟ دون العلم. لكن الطريق ده مبني على العلم مع الاجتهاد في آن واحد، عبادة بعلم، عبادة بعلم مع الإخلاص مع المداومة مع قمع الشهوات مع قطع كل العلائق الايه التي تعوق بينك وبين الله، سواء كانت هذه العلائق على هيئة الخلق او على هيئة الرزق او على هيئة عوائق النفس. فهذه مسألة بقى عايزة شغلانة كبيرة، عايزة ناس اهل همم عليه. واللي بصوا للدراويش دول اللي هم غلب عليهم العباده دون العلم عابوا على الصوفيه وظنوا ان هم كل الصوفيه، الصوفيه هم بيعيبوا عليهم، نفس الصوفيه الحقه يعيبوا عليهم ويقولوا لهم يا درويش عيب ايه اللي بتعمله ده؟ فهمت ازاي؟ لانهم كانوا علماء. وقال روين قعودك مع كل طبقه من الناس اسلم من قعودك مع الصوفيه. فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع، وطالب هؤلاء أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق، فمن قعد معهم وخالفهم في شيء مما يتحققون به
نزع الله نور الإيمان من قلبه. يعني انت ما تقعدش مع اهل الحقائق واهل التصوف عشان دول اهل احوال. هتقعد معهم مع كمال التسليم اقعد، هتقعد معهم وتعترض هتنطرد. عشان كده اقول لك اقعد مع الناس العاديين احسن. اذا كنت انت هتقعد لهم مع الوحده ومش هتفهمهم يبقى اقعد مع الناس العاديين احسن عشان ما تعترضش، لان الاعتراض على الاولياء سم وحش. واخد بالك ازاي؟ فالاحسن انك انت تقعد مع اهل الرسوم اهل الظواهر اللي هي عبادتهم ظاهره واضحه ما فيهاش مشاكل. انما دول اهل حقائق، دول عايشين، ده ناس تانيه شغاله باسلوب مختلف. ده هو بيراقب نفسه. ده واحد منهم بيقول استغفرت الله 40 سنة من قولي الحمد لله. هتفهمها ازاي دي بقى؟ واحد يقعد 40 سنة بيستغفر من انه قال الحمد لله، تقوم انت تعترض عليه؟ ما تفهمش. لما تيجي تساله يقول لك احترق السوق الا دكاني، فجاء الناس وقالوا احترق السوق الا دكانك، فقلت الحمد لله، ثم راجعت نفسي فقلت تحب لنفسك ما لا تحب للناس، فاستغفرت الله وعلمت اني لا احب للناس ما احب لنفسي، فظلمت استغفر الله من قول الحمد لله 40 سنة. فهمت ازاي؟ فلما يجي يعترض عليه هو مش فاهم، ده هو بيتكلم في حقائق تانية هو مش واخد باله منها. خدت بالك ازاي؟ زي سيدنا علي بن ابي طالب وهو بيقاتل الراجل الكافر. لو انت بتراقب المنظر ده وتلاقيه بعد كده بعد ما وقع والراجل يروح تافف على سيدنا علي، يروح سيدنا علي يعفو عنه ويسيبه؟ طب انت لو بتتفرج، ما انت بقى بتاع اهل رسوم بقى، سيدنا علي اهل حقائق، فراح سابه. هتعترض ليه يسيبه ده بعد ما يتف عليه المجرم؟ قال لي يعني انت بقى يعني عايز. لكن سيدنا علي بيقول ايه؟ قال له كنت اقاتلك لله اما وقد بصقت علي فخفت ان اقتلك لنفسي. يبقى هو بيراقب نفسه حاجه تانية بقى. فاهل الحقائق دول ليهم حال ثاني، قد يفعلوا اشياء انت لا تفهمها فتعترض. فإذا كنت ناوي تعيش معاهم مع التسليم عيش، مش ناوي تسلم سيبهم أحسن. واقعد بقى مع إيه؟ مع الجماعة الوهابية، هتستريح معاهم. أولا بيقيموا طول الليل، بيصلوا بجزء في الركعة، ولابسين البنطلون الجلابية قصيرة، ومتوضيين وضوء جميل، ودقون قد كده، وحاجة أهل رسوم. واخد بالك؟ ما يجراش حاجة، تعيش معاهم تبقى مبسوط وسعيد. واخد بقى؟ مش هتبقى فيه مشاكل. امين يا رب. مضلمين خالص، مش عارف ليه. انا عارف ليه مضلمين، انا عارف هما ليه مضلمين. عارف ليه؟ عشان لم يوقروا الله ولم يقدروا الله حق قدره، ولم يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحسنوا الظن بالمسلمين. ثلاث كبائر وقعوا فيها جوه قلوبهم منعتهم من وصول اثر العباده الحلوه فيه، مع ان هم عباد يعني بيتعبدوا جامد. لكن الثلاث امراض خبيثه جواهم مخليه اثر العباده مش باين. هذه الامراض الخبيثه واحد منها متعلق بالله، لم يقدروا الله حق قدره، جسموه دون ان يشعروا. ثم لم يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كاتبين بتاع كده يسموها عقيدة كل مسلم، يعلقوها في كل جامع. يقول لك ما حكم، هل يجوز المبالغة في مدح النبي؟ سؤال. الإجابة لا يجوز المبالغة في مدح النبي. الدليل من القرآن، ما أنا إلا بشر مثلكم. عالم مظلمة مش فاهمة. تصور. قالوا يقول لك إيه؟ أين الله؟ على السماء. كان زمان يقولوا في السماء، لما قلنا لهم في دي ظرفيه فصلحوها شويه، قال لك على اهو انت جايه. كانوا من 20 سنه يكتبوها في السماء، وكنا نقعد نتخانق معاهم فما فهموش، فراحوا قالوا على، فكتبوا اين الله؟ يقول لك على السماء مستو على عرشه. الدليل الرحمن على عرش استوى. الله، ايه ده؟ ايه الكلام بتاعك ده؟ الأينية دي متعلقة بالإيه؟ بمن له أين؟ بمن له أين؟ بمن له مكان؟
والمكان مخلوق. شوف انظر ربك يقول ايه، وهو معكم ايه اينما كنتم. نسب الاينيه لمين؟ لنحن. ولا قال انتم معي اينما كنت؟ اف لو قال انتم معي اينما كنت يبقى نسب الاينيه له. افهم، هم مش فاهمين لا لغه ولا دين ولا حاجه خالص، مش فاهمين حاجه خالص. وهو معكم اينما كنتم، فنسب الاينيه لمن له اين، وهو نحن، وهو اقرب اليكم من حبل الوريد. واخد بالك ازاي؟ افهم. لكن هم يقول لك اين الله، عمر ما اين دي تنسب الى الله، تنسب لمن له اين. قالوا لك عقيده كل مسلم والجواب كل جامع غباوه. يا خبر ابيض على اللي بيعملوه في الناس. عرفت ليه مضلمين؟ وسوء الظن بالمسلمين، اعتبروا ان اللي بيزوروا الاولياء مشركين فكفروا المسلمين. ده واحد قاعد في السعوديه بيسال واحد مصري بيقول له وانتوا عندكم في مصر اهل سنه؟ ده في الحرم. فقال له انا اللي اعرفه ان مصر كلها اهل السنه، ما عندناش شيعه خالص. قال له لا بس انتوا عندكم صوفيه. هو متصور ان الصوفيه دول مش اهل السنه. حاجه غريبه يعني، واخد بالك ازاي؟ فهم مش فاهمين. فتصور انت لما يبقى قاعد كده بيسيء الظن ب 60 مليون مسلم. ده اللي يسيء الظن بمسلم واحد ربنا بينزع منه نور العباده مئات السنين. فهمت ازاي؟ وده بيسيء الظن بملايين المسلمين في قعده واحده، في كلمه واحده. عايز ده يذوق حلاوه العباده ازاي؟ فهمت ازاي؟ يقول لك سيدنا، هل خلق سيدنا محمد من نور؟ يقول لك لا، الإجابة خلق من نطفة. الإجابة. طب هات لي إجابتها من القرآن إنه خلق من نطفة. حاجة غريبة تشك. ده القرآن كله بيقول إنه نور. كل القرآن من أول لآخر يقول على نبينا إنه نور. حاجة غريبة. من أول الخلق؟ يقول لك القلم. ومن البشر آدم. ومن الجن ابليس. الله يا وانطاجي، ده انت مش فاهم حاجه بقى خالص. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، يعني كل الاكوان مسلم. طب ومن اول المسلمين بنص القران؟ سيدنا محمد. يبقى سيدنا محمد اول الاكوان. واضحه من القران اهو، سهله. يقول وامرت يعني اكون اول المسلمين. طيب وربنا بيقول وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. خلاص يبقى اول المسلمين، هو اول الاكوان، هو سيدنا محمد بنص القران. سهله. لكن هم مش مستكبرين قوي دي على سيدنا محمد. يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ حاجه غريبه قوي. فضل ربنا حجرك واسعه، زي ما الراجل قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد، سيدنا رسول الله ابتسم وقال له لقد حجرت واسعه. دي حاجه واسعه ربنا وسعها على خلق. فهم مش فاهمين مساكين. لكن قاربت شمسهم ان تغرب، ما تقلقش. قاربت شمسهم ان تغرب، يعني هي الان في الاصفرار قبل الغروب. ايوه. عجل الله الغروب. في التوحيل. رساله في التوحيل. ليه المجله هنا بيسموها مجله التوحيل؟ بتطلع كل مش عارف شهر. اه ما هو اغبيه. ما هو اغبيه. نسبوا الجوارح. نسبوا الجوارح يا سيدي لله. بدليل معلش انا ارد. قال لك ان الدجال اعور، وان ربكم ليس باعور، فاستنبط من هذه ان ربنا له عينين. يا سلام، هو شافه يعني. هو شاف ربنا يعني. وبعدين هو قال لك بقى، قال لك برضه ليه ايدين اثنين ولا ايد واحده ولا ايادي كتير؟ طب ما ربنا بيقول والسماء خلقناها بأيد، وأيد جمع. طب ليه أنكر الآية دي؟ ما دي فيها الجمع. وأقل الجمع ثلاثة. أقل الجمع ثلاثة. يبقى هو ليه ايدين اثنين ولا ثلاثة ولا واحدة ولا إيه الحكاية؟ دول أغبياء. يعني ناقص. العور هنا هو النقص، والله كامل. ليس بناقص. يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. شبه، لم يشبه الله بالشمس والقمر، بل شبه طريقة الرؤية مش طريقة المرئي.
الرؤية أنها سهلة بوضوح، تشبه الوضوح للمرئي. فلما يجي يقول لك ربكم ليس بأعور، يعني ليس بناقص، ليس فيه نقص، لأن العور عوز واحتياج. فهمت ازاي؟ افهم يا سيدي، العور عوز واحتياج، دليل النقص، والله ليس بنقص سبحانه وتعالى كامل. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكايه. هو قصده ان هو لما بيفكر ان العور يعني عين واحده بدل عينتين. فطالما نفهم يا ابني، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفه كمال قد تعتقدها انها هي كمال، فوق كل تنزيه. فهمت ازاي؟ ولكن الله تكلم بالتشبيه على سبيل التنزل للعقول فقط، على سبيل التنزل للعقول فقط عشان تفهم اذا كنت انت ناوي تفهم، وعلى سبيل الاختبار لاهل الايه، لاهل الاهواء والبدع. فهمت ازاي؟ بس ها، ايوه ما طبعا. هو جابوا حديث سيدنا رسول الله بتاع الجارية لما قال لها أين الله. عارف سيدنا عبد الله الصديق الغماري هنا في كلية الشريعة هنا جاء سنة 83 عمل محاضرة في مدرج محمد عبده في كلية الشريعة، حضرتها أنت، كان تكلم فيها على الحديث الشاذ، واخد بالك؟ كانت محاضرة قيمة يعني، حضرها الدكتور علي جمعة، كان لسه بيعمل الدكتوراه، كان ساعتها مشغول، وحضرها كثير من الناس، وحضرها الدكتور فرغلي كان ساعتها رئيس قسم الشريعة، في رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة، أصول الفقه في كلية الشريعة، وبعد كده بقى عميد كلية الشريعة، ومات سنة 96 أو 93. حضرها لفيف من العلماء الكثيرين من علماء الأزهر الشريف، وكلهم كانوا من تلامذة السيد عبد الله، ولما دخلوا حتى وشافوا السيد عبد الله وقاعد على المنصة كلهم طلعوا وقبلوا يديه، لأنه كانوا تلامذته فكانوا يعرفوه قدره. وكانت موضوع المحاضرة الحديث الشاذ، تعريفه، تعريفه وأمثلة، ولم يتكلم في الحديث الشاذ يعني أحد من العلماء، خافوا يتكلموا في هذا. والسيد عبد الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الجرأة أنه يتكلم في هذا الموضوع في نهاية حياته العلمية، لأن لا يستطيع أن يتكلم في هذا إنسان إلا أما يكون أفضى عمره في العلوم على مدى سنوات طويلة عشان يستطيع يجرؤ أنه يجي في حديث صحيح يقول عليه شاذ. مش سهلة دي، يجي حديث صحيح يقول عليه شاذ. والشذوذ معناه انه صح اسنادا وخالف ما هو اصح منه. فجاب لك حديث الجاريه وجابه لك، قال لك مثال للحديث الشاذ، صح اسنادا وشاذ معنا، فلم يثبت عن النبي في اي خبر اخر انه سال اين الله، ولم ياتي في القران الاينيه متعلقه بالله ابدا. فهذا الحديث وان صح اسنادا فهو مخالف معنا لما هو اصح منه ولما عرف بالدين الضرورة، ولذا لا يعتد به ولا يستدل به في الأحكام، ولكن يروى فقط من باب الرواية لا من باب الاستدلال. ادي كلام السيد عبد الله، واخد بالك ازاي؟ لكن هقول لك حاجة، ابن فورك ما قالش عليه شاذ، أبو بكر ابن فورك مشكلة الحديث، لا ما قالش على الحديث ده انه شاذ، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله أراد أين، يسأل عن المكانة، أين مكانة ربك في قلبك، فأشارت إلى السماء جهة التنزيه، جهة التنزيه، وكانت لا تحسن الكلام، فلما أشارت إلى التنزيه نزهت فقال دعوها إنها مؤمنة. فالسؤال عن المكانة لا المكان، ده كلام ابن فورك قديما قبل ما السيد عبد الله يقول عليه المشاهد. يعني حتى على هذا القول قول ان اين اذا ارتبطت بالله لا تكون عن المكان بل تكون عن المكانة. فهمت ازاي؟ في فرق بين المكان والمكانة، فيحتمل ده ويحتمل ده، كل ده جائز. واذا اشتبه الامر واحتمل كذا دليل يسقط به الاستدلال على اي حاجة، فيبقى نركن الحديث ده جانبا وننزل بقى للامور الاخرى، لان اذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال خلاص. خدت بالك؟ وقال روين قعودك مع كل طبقة من الناس، مع أي حد من الناس، إن شاء الله تقعد مع المسيحيين
اهون انك تقعد مع اهل الحقائق وتعترض عليه. قعودك مع كل طبقة من الناس اسلم من قعودك مع الصوفية، فان كل الخلق قعدوا على الرسوم، على المظاهر، الناس كلها تشوف المظاهر، وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلهم انفسهم بظواهر الشرع، وطالب هؤلاء انفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق، فمن قعد معهم وخالفهم في شيء مما يتحققون به نزع الله نور الايمان من قلبه. اللي يعترض على الاولياء واللي يفاضل بين الاولياء مشكلة كبيرة، لا تفاضل حتى بين الاولياء، مالكش دعوة، تقول انا في رأي فلان افضل من فلان وعلان اعلم، انت مالك؟ اولا هذه المفاضلة كلها مفاضلات ظنية، لكن اما تفاضل في النبي مع سائر الخلق عندك ادلة قطعية، فاضل زي ما انت عايز بقى، لان فيها ادلتها قطعية، انما غير كده اقعد ساكت بقى وما تفاضلش، تتأول على الله. البعض بيفضل ما بين طبقة الصحابة والأولياء، ففضلوا الصحابة على الأولياء. أيوة، احنا بنفضل الصحابة لا لكونهم بشر فقط، لكونهم رأوا النبي، صحبتهم رؤيتهم للنبي، رؤيتهم ترقية عالية، يبقى لعلاقتهم بالنبي بس. نعم، إذا عاد مرة أخرى، إذا عاد مرة أخرى واعترف، ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئات حسنات إن شاء الله ويصلح حاله إن شاء الله. سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول إيه؟ الاعتراف بنا أول درجة في الولاية، أول درجة في الولاية كده، أول سلم تحط رجلك عليه عشان تبقى أنت قدامك سلم الولاية تصعده، إنك تعترف إن في أهل خصوص. فهمت ازاي؟ ده الاعتراف بيهم الاول. يبقى اللي مش معترف بيهم اصلا ده ما دخلش، ما دخلش من الباب، ده من عوام اصحاب اليمين، من عوام اصحاب اليمين، لان احنا قايلين ان في اصحاب يمين في مقربين بس. وقال روين: اجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السكك وانا عطشان، فاستقيت من دار ففتحت صبية بابها ومعها كوز. البنت جوه الباب سمع واحد بيخبط، يقول لها عطشان عطشان، راحت جابت كوز مليان ميه وبتفتح الباب، شافت سيدنا روين لابس هيئة المتصوفة، فلما رأتني قالت: صوفي يشرب بالنهار، يعني مش صايم؟ أمال صوفي إيه؟ صوفي وبيشرب بالنهار، أمال مين اللي هيصوم بقى؟ يعني ما عجبهاش المسألة. ها؟ لا، في غير رمضان. لا يعني على أساس إن أهل التصوف دول واخدين نفسهم بالمجاهدة عموما. هو رمضان هيبقى كل الناس مش هيبقى. فيقول: فما أفطرت بعد ذلك اليوم قط. يبقى هم كانوا بياخدوا الحاجات الإشارية دي من البشر ومن الناس سبب للوصول إلى الله. وقال روين: إذا رزقك الله المقال والفعال، يعني إذا رزقك الله حسن القول وحسن الفعل، فأخذ منك المقال وأبقى عليك الفعال فإنها نعمة، احمد ربك، المهم الفعل العمل يعني، وإذا أخذ منك الفعال وأبقى عليك المقال فإنها مصيبة. أتقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا أخذ منك كليهما فهي نقمة وعقوبة، يعني حرمان، حرمان، يعني لو خد المقال والفعل أقل من أنه يأخذ الفعل ويترك المقال، لأن الحرمان أقل من المصيبة. فهمت إزاي؟ يقول: المقال اللي هو القول، الذكر، العمل، حسن العمل باللسان، لأن اللسان اللي هو العظة، الذكر اللساني أو شيء من هذا.
والعمل والفعال اللي هو العمل الطاعة يعني. ها؟ ممكن او الذكر مع الله. بس ممكن الانسان يصاب مثلا بحاجة يفقد نطقه فلا يستطيع انه يتكلم، او يصاب بحاجة ما يعرفش يكلم الناس، او يعرف يذكر بلسانه، لكن المهم بقاء الحال على قلبه، هو ده المهم. في الهامش بيقول: ومن اقواله السكون الى الاحوال اغترار. يعني اذا جعل الله لك حال معه فسكنت اليها وقنعت بها وقل اجتهادك بعدها، يبقى ده اغتريت بقى، اغتريت. تصور انت طالب في الكلية وبتذاكر وتطلع الاول فيدوك مكافأة، تقوم تاخد المكافأة دي تقعد طول النهار تصرف فيها وفرحان بيها وتترك المذاكرة، يوم يجي الامتحان اللي بعده وتطلع الاخير، تبقى اغترار، مش كده برضو؟ كذلك لما ربك يديك حال من الاحوال دي مكافأة، لكن مش معناها تغتر بيها بقى وتترك الاجتهاد، والا غيرك هيسبقك. فهمت ازاي؟ رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين، لان رياء العارفين، العارف اذا فعل امرا في الظاهر يريد ان يقتدى به، اما المريد فيريد ان يشتهر به، ففرقه كبير. فهمت ازاي؟ الفقر له حرمة وحرمته ستره، يعني الفقر الى الله له حرمة، وحرمة الفقر ده انك تستره ما تبينش سرك مع الله، واخفاؤه وحرمته ستره واخفاؤه، والغيرة عليه والظن بكشفه. الاخلاص ارتفاع رؤيتك عن فعلك، والفتوة أن تعذر إخوانك في زللهم ولا تعاملهم بما يحوج إلى الاعتذار إليهم. يعني الفتوة أنك أنت تعامل الناس باللين والصبر ولا تحوجهم أن هم يعتذروا لك أو أنت تعتذر إليهم، يعني تبقى الحكاية سهلة. وبعدين تعذرهم في زلالهم، مش تفضل تأكد فيهم ليه عملت كده، عملت كده اليوم، عملتش كده، ولا وانا شفتك امبارح، واصلك انت مش عارف ايه، واصل انت فيك الطبع ده، واصل انت باستمرار بتعمل كده، وكل شويه تقول له اصل، وكلمه اصل دليل قله الاصل، واخد بالك؟ فريح الناس، ربنا يريحك، واستر عيوبهم، ربنا يستر عيبك، وربنا بيربيهم وبيربيك، والحكايه تمشي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا، والحكايه كده سهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد زلل في حد اعرض واشاح كانه ما شافوش، وقول ما بال اقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا ولا يواجه احد بعيبه صلى الله عليه واله وسلم. ومنهم ابو عبد الله محمد بن الفضل البلخي، ساكن سمرقند، سمرقند وسمرقند ينفع الاثنين، سمرقند وسمرقند يعني بفتح الميم وسكونه. حاضر. الفاتحة لسيدنا محمد بن الفضل البلخي. أعوذ بالله من الشيطان. احنا نسينا نقرا سطر كده في الهامش عن سيدنا رويم، بيقول: الصبر ترك الشكوى، والرضا التلذذ بالبلوى، واليقين المشاهدة بالبصيرة. كلام حلو. لقيت حد قاله قبل كده؟ ادي معنى اهل الحقائق، ان يقول لك كلام صحيح المعنى لكنه اول مرة تسمعه، مش كلام ناس قالوه قبل كده حفظه هو، لا، ده كلام هو عايشه. ادي فرق بقى بين كلام اهل الحقيقة وكلام نحن. الصبر ترك الشكوى، والرضا التلذذ بالبلوى، واليقين المشاهدة بالبصيرة.
بعين القلب يعني. ومنهم ابو عبد الله محمد بن الفضل البلخي ساكن سمرقند بلخي الاصل اخرج منها فدخل سمرقند. الوروين لا ما بنقولش ان عباداته فيها غلط. مين قال؟ لا هم ما خدوش بالقياس. ما خدوش بالقياس. ولا يقرقوا الاجماع. لكن ربنا قبله. احنا بناخد منه الحقائق لكن لا نقتدي بمذهبه الفقهي. احنا بناخد منه الحقائق فقط. لان من اجتهد واخطأ له اجر. فابن حزم الظاهري وابو داود الظاهري كانوا علماء وصلوا لدرجة الاجتهاد. واخد بالك ازاي؟ واخطأوا في اجتهادهم لكن ربنا اداهم اجر. فهمت المسألة بس؟ فاللي يقلدهم اجرش. يوصل مين قال ان هم خطأ؟ مش خطأ وليه وجهة نظر. طب ما الصحابة كانوا بعضهم ظاهرية. مش الصحابة لما قال لهم لا تصلين العصر الا في بني قريظة. فمجموعة قالت والله مش هنصلي العصر الا بني قريظة ولا ودن الفجر. لا ودن العشاء مالناش دعوة. هو النبي قال صلوا بني قريظة بني قريظة. صح ولا لا؟ ظاهرية. يعني كانوا اخوة والنبي اقرهم. لكنه كانوا قلة. فهمت ازاي؟ ربنا في الفقه يقبل مثل هذه الاشياء. لكن احنا بنتكلم الارجح مع مين؟ الارجح مع اهل القوالب والمباني ولا اهل المقاصد والمعاني؟ فهمت؟ الارجح مع مين؟ ادي المسألة. فهم مذهبين لكن النبي اقرر دول. وربنا هو اللي بيوصل. لكن هو بنتكلم حتى لو عمل على مذهب الظاهرية وصلى على مذهب الظاهرية صلاته ما هي صحيحة ما نقولوش عيد. مش هنقول له عيد. يعني هنقول له صلاتك باطلة؟ مش هنقول له عيد. لا هي من مذاهب اهل السنة لكنها لا تخرق الاجماع. يعني لو خالفت في حاجة ما يعتبروش خلافها خارق للاجماع بس. ليه؟ لان الاصول اللي اعتمدوا عليها اصول ما الاجماع استقر على خلافه. خدت بالك ازاي؟ بس فاصبح خلافهم لا يخرق الاجماع. لكن هم تجربه فقهيه كويسه في تاريخ الاسلام والمسلمين يجب انها تدرس. يعني اما تقرا كتاب المحلل ابن حزم يعني تجد ان هو راجل طريقه تفكيره بديعه وحاجه جميل جدا في مناقشه الادله وعنده ذكاء عالي. فهي تجربة فقهية لابد أن تمر بها الأمة. فربنا أجرها على لسانهم وأجرها على عقلهم. واخد بالك ازاي؟ عشان أولا نستفيد بهذه التجربة ونعرف عيوبها ومزاياها. نقوم نأخذ بها أحيانا في بعض الفروع وقد لا نأخذ بها في فروع أخرى ما يضرش. واخد بالك ازاي؟ فهي تجربة ربنا أجرها على عقول من شاء من عباده. وبدأت من شاءها أساسا في الصحابة من الأول اللي هم كانوا يأخذوا بظاهر القول. سيدنا عمر بن الخطاب ما كان في اوله ظاهري في خلافة سيدنا ابو بكر الصديق. قال له اتقاتل قوما منعوا الزكاة ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده كان اهو ظاهري اهو. يعني كان عايز يجعل ان الترك يدل على النهي زي الاخوة. فهمت ازاي؟ ام سيدنا ابو بكر الصديق عمل ايه؟ رده. طلعه من الوهابية عشان كده شيخه سيدنا ابو بكر الصديق شيخ سيدنا عمر. ايوه بعد سيدنا رسول الله. فقال والله لو منعوني عقالا ان الماء الزكاه حق المال والصلاه حق الايه؟ الاسلام. فلو منعوني فقاس الزكاه على الصلاه. فهمت ازاي؟ واجعلها زيها قياس فاخذ بالقياس. يبقى هو ما كانش عايز ياخذ بالقياس سيدنا عمر في الاول. فلما ردوا للقياس سيدنا عمر اقتنع على طول. كان سيدنا عمر عنده ذكاء عالي. مش تقعد تبذل معاه ليل نهار زي ما قالنا احنا 50 سنه معاه مش عايزين يفهموا. لا ده هو بالاشاره كده سيدنا عمر فهم على طول. عنده ذكاء عالي ما عندوش هوى. سيدنا عمر ما كانش عنده هوى خالص. وعشان كده كان الشيطان يخاف منه. فاول ما فهموا الحته دي خلاص. قال فوالله شرح الله صدري
لهذه المسألة في الحال، واخد بالك ازاي؟ يبقى دي كلها تجارب فقهية لابد ان تمر بعقول المسلمين لحد ما تستقر الامور. بعد كده خلاص استقرت على امور ثابتة. لا الظاهرية ما قالوش كده، لا ده ما قالوش انها باطلة، قالوا انها حرام بس، لكن ما قالوش انها باطلة، ما قالوش انها باطلة، قالوا انها حرام، ما قالوش انها باطلة. الوهابية قالوا شرك، الظاهرية اتكلموا عليها انها من باب الفروع من باب الفقه، الوهابية نقلوها لباب العقيدة. فهمت المسألة؟ دي مسألة تانية، دي مسألة تانية خالص. بيعتبر انها حرام لكن لا يقول لمن يصلي في مسجد فيه قبر عيد صلاته. فهمت ازاي؟ وما يقولوش انت مشرك، وما يعتبرش ان النهي من اجل الشرك. فهمت ازاي؟ بس هو جمع كده بين الزهريات والتصوف. ايوه ما يضرش، هو لازم الصوفي يصلي في مسجد فيه قبر؟ لا مش لازم، مش لازم على فكرة انك تبقى صوفي تبقى بتزور القبور، يعني مش شرط. لا الصوفية دي حال، حال مع الله، واخد بالك ازاي؟ بس هذا الحال بيقتضي حسن الظن بالمسلمين، يقتضي حسن الظن بالاموات السابقين انهم يشعرون وانهم احياء عند ربهم، وان الله ما زال يجري عليه مدده عليهم لانهم لا زالوا مفتقرين الى الله، وان الله لا يقطع مدده عن العبد حتى بعدما يموت، لان العبد ما زال مفتقرا الى الله حتى بعد وفاته كما كان في حال حياته، بل أشد لكمال معاينته للحق، لأن كلما كملت معاينتك للحق كلما ازداد افتقارك إلى الحق سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى آدي الاعتقاد ده هو ده اللي بيخلي أهل التصوف ينظرون لأهل القبور أنهم في حياة أخرى، وأن المدد ما زال مستمر عليهم. هم التانيين يقولك لا كل حاجة اتقطعت 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 حتى أطوع عن سلم رسول الله. حاجة غريبة يعني. أبو عبد الله محمد ابن الفضل البلخي ساكن سمرقند بلخي الأصل، أخرج منها فدخل سمرقند ومات بها، وصاحب أحمد بن خضرويه وغيره، وكان أبو عثمان الحيري يميل إليه جدا، مات سنة 1939. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أحمد بن محمد الفراء يقول، سمعت أبا بكر بن عثمان يقول، كتب أبو عثمان الحيري إلى محمد بن الفضل يسأله ما علامة الشقاوة، فقال ثلاثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل، دي علامة الشقاوة. هو بيسأله ليه عن الشقاوة؟ ما كان يسأله عن السعادة، لأن التخلية قبل التحلية، فأنت عايز تتخلى الأول عن طريق أهل الشقاوة فلازم تسعى ان تخلي قبل التحلي. يرزق العلم ويحرم العمل، ويرزق العمل ويحرم الاخلاص، ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترم لهم، يبقى ده عنده شقاء بقى. انه اما يرزق العلم ويحرم العمل، او يرزق العلم والعمل ويحرم الاخلاص، او يرزق العلم والعمل والاخلاص وصحبة الصالحين ولكن لا يحترم الصالحين، فكل دي بقى مشكلة. فلازم الإنسان يحل المشاكل دي مع نفسه حتى يصل إلى ربه. وكان أبو عثمان الحيري يقول، وعشان كده ربك بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. واحد يخش الأوضة ويكون على نفسه أحسن من الله. ها؟ واحد يخش مثلا يكون على نفسه أحسن. والله كل واحد مش هتعرف. مش هتقدر. الله. وكان أبو عثمان الحيري يقول محمد بن الفضل سمسار الرجال. سمسار يعني يعرف قدر الرجال، يعرف زي السمسار كده عارف قدر البضاعة اللي عنده. يقول لك دي تمنها كذا ودي تمنها كذا ودي في السوق كذا ودي، فيعرف برضه قدر الرجال. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله الرزي يقول، سمعت محمد بن الفضل يقول: الراحة في السجن من أمان النفوس. السجن اللي هي الدنيا يعني. إذا طلبت الراحة في الدنيا دي أمنية يعني صعب ومحال.
من أمان النفوس دي، الأمان يعني صعب التحقق منها وتحقيقها، يعني الراحة في السجن والدنيا سجن المؤمن. يبقى الراحة في الدنيا ده أمنية صعبة المنال، ما تدورش، واخد بالك؟ علشان كده لازم تعرف ان الدنيا دي لقد خلقنا الانسان في كبد، ما فيهاش راحة. الراحة دي في الاخرة، الراحة دي في الاخرة ان شاء الله، عند الله، عند الله تستريح ان شاء الله. انظر للطفل الصغير اللي هو غير مكلف، شوف من اول ما يصحى من النوم لحد ما ينام بيتعب قد ايه، يفضل يجري ويفرك ويجري ويتنطط ويعمل ويقع ويتعور ويعيط وابوه يضربه وامه تضربه، كبد مع انه غير مكلف، واخد بالك؟ ويا واد اتهدي، واد مش عارف ايه، ويشدوه من ايده وينزل يلعب مع اولاد الجيران، ده يفتحه وده شغلانه. وبعدين يجي في الاخر بالليل يروح نايم مغمى عليه بتاعه، واول ما يدب فيه النشار الصبح يصحى يفرك تاني، يفرك وهكذا. ده غير المكلف. انت زي الطفل ده على فكره برضه، بس انت في مجالك بقى، كل واحد في مجاله، كل جعل الله في قلبه ما يشغله سبحانه، واخد بالك ازاي؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. طب العيل في بطن امه لوحده تلاقيه قاعد يفرك، طب اسال الستات الحوامل، كان الواد بيلعب كوره جوه قاعد بيفرك، كبد برضه، في كبد، يتحرك ويتنطط ويعمل ويصحى وينام ويقوم ويتخانق ويضرب نفسه ويعور نفسه، وهو جوه بطن امه مفيش حد يضربه، يروح ضارب نفسه. هو كده ربنا خلق الدنيا على النظام ده، هتعمل ايه انت بس؟ هو ربنا خلق الدنيا كده. وتيجي انت تكبر شويه تلاقي نفسك بتناكف زي ما كنت بتناكف في العيال في الحاره وفي الشارع وانت صغير، بقيت تناكف في زمايلك في المدرسه، وبعد كده زمايلك في العمل، وبعد كده بقيت تتنافس مع اهل التجاره اذا كنت تاجر، وتتنافس مع اهل الصلاح ان كنت من اهل الصلاح، وهكذا. فالدنيا كلها كبت 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 لحد ما تلقى ربك في جهاد كده وكفاح مستمر. ايوه طبعا. للوصول الى الله غبطه، غبطه مش حسد، بل ربنا جعل اهل الصلاح درجات علشان يرفع قدر بعضهم ببعض، لان المنافسه اصلا ربنا سبحانه وتعالى جعل التدافع في الدنيا من اجل الايه؟ من اجل الكمال، واخد بالك؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، فكان دفع الله الناس من اجل عماره الارض، من اجل العماره والكمال، خدت بالك؟ الراحة في السجن من أمان النفوس، لأن الدنيا دار تكليف مش دار تشريف، ودار التكليف والتكليف هو بذل الجهد، فلما كانت الدنيا دار تكليف بذل جهد يبقى ما فيهاش راحة. هتستريح؟ أنت ممكن تستريح جوه لجنة الامتحان؟ بيوزعوا الورقة وكل شوية واحد بيعدي يقول لك فاضل من الوقت كذا، فاضل، هتقول لي أنام شوية؟ طب ما على ما تنام يكونوا سحبوا منك الورقة تسقط. صح ولا لا؟ هي الدنيا امتحان، كانك في اللجنه، هتطلب الراحه؟ هتطلب الراحه في اللجنه وانت في لجنه الامتحان؟ صعب. خدت بالك؟ زي هكذا كده الدنيا، اللي يفهم الدنيا كده يقوم ما يزعلش بقى. واخد بالك ازاي؟ لا تستغرب الاكدار ما دمت في هذه الدار. على طول كده، انما اللي مش فاهم كده يقوم ما يستحملش اكدار الدنيا، يتعب بقى. كل شويه يلاقي واحد جاره مات، يلاقي تجارته خسرت، يلاقي ابنه عي، يلاقي هو نفسه عي، يلاقي انه مش عارف، مصايب ورا مصايب، يقرا كل يوم حوادث، يلاقي مصايب، مش مستحمل مش مستحمل، يقوم يعترض. فلما يعترض يقوم يسلب الترقي. لا، افهم ان الدنيا ربنا جعلها دار امتحان واختبار لك ولغيرك، واخد بالك؟ وللناس اجمعين، فلا تعترض ولا تنظر لاهل البلاء، واخد بالك ازاي، بنظره الاعتراض، ولكن انظر لهم بنظره الشفقه. لا الاعتراض على ما بلاهم الله، ولكن بنظرة الشفقة تمد لهم يد العون، لكن لا تعترض تقول الله يدي الحلق للي بالاودان، طب وده ذنبه ايه؟ الواد ده يتولد اعمى مسكين، وذنبه ايه؟ ابوه يموت وهو كده. يا ام انت هتشتغل رب؟ هتشتغل رب للعباد؟ ابوه مات خلاص، ساعد، بدل ما تعترض على ان ابوه مات ساعده يا سيدي، فهمت ازاي؟ بدل ما تعترض ان هو طب وليه ربنا خلقه اعمى وماشي في الشارع لوحده الاوتوبيس، طب خد ايده وعدي الشارع ده، مالكش دعوه. فما تعترضش، يعني خلي امورك، سلم الامر لله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض
فما تعترضش ليه الغلبان ده فقير مش لاقي ياكل والناس تانية معاها فلوس يا اخي يقعدوا يلعبوا قمار طول الليل ما يهمهمش. انت مالك انت مالك ده مش لاقي فلوس الدين ما تعترضش، مش عايز تديله ما تديلوش بس ما تعترضش. فهمت ازاي؟ بس لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. ربنا جاوب لك في القرآن كل حاجة فيها الشفاء. افهم، من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته. سبحانه يعطي العباد بقدر ما يصلحهم، لأن الدنيا كالدواء يعطي للناس بقدر الجرعة المناسبة لكل داء كل واحد. فهمت ازاي؟ بس المطلوب منك انك انت تشفق على الناس وتساعد الناس وتستر معايبهم وتعيش معاهم كده مع حسن العشرة وكف الاذى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يريحك مننا كلنا ونكبر عليك اربع وتلاقي راضي عنك ان شاء الله. انما تقعد طول عمرك كده قاعد زعلان وطهقان ومش عاجبك الدنيا واللي فيها، ولحد ما تقابل ربك وانت مش عاجبك الدنيا، اول ما يكشف ليك الحقيقة تقول يا سلام والله ده كل اللي انا شايفه ده كان عين الحكمة. فهمت ازاي؟ طب بس فين بعد ما شفته وانت كنت معترض؟ طب ما تسلم الامر لله الاول. لا تستغرب وقوع الاكدار ما كنت في هذه الدار. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت محمد بن الفضل يقول، ذهاب الاسلام من اربعة. الاسلام ضاع بسبب اربع انواع من الرجالة. لا يعملون بما يعلمون، ده نوع. لا يعملون بما يعلمون، تلاقي ازهري وحافظ القرآن وتمام التمام، عنده علم قد كده وتدور عليه ما تلاقوش بيعمل بعلمه، ده نوع. والناس تغتر بيه يقول لك يا فلان حافظ القرآن ما بيعملش كده، يعني انت هتفهم احسن منه ويقتدي بيه. فهمت ازاي؟ لا يعملون بما يعلمون، ده اول نوع. ونوع تاني، ويعملون بما لا يعلمون. عالم قاعدة بتلخبط بقى وتعك، يعملوا بالجهل، يعمل بجهل. فهمت؟ والتانيين ولا يتعلمون ما لا يعلمون، جاهل ومبسوط ومش عايز يتعلم، يعملوا فصول محو الأمية، تعالوا يا جماعة أيدوا أسماءكم وحنديكوا الكراريس وحنديكوا الإقلمة وحنجيب لكم المدرسين ومش هندفع لكم فلوس وحنمتحنكم وحنديكوا شهادة وحنوظفكم بعد الشهادة. الحكومة بتاعتنا مش بتعمل كده والناس ما تروحش كمان؟ مش دي مصيبة؟ مش دي مصيبة بذمتك؟ السلام عليكم. ايوه 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 خير يا مصطفى. لا اتفضل اتفضل. ايوه. لا 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 ده انا في الجامع. خير اتفضل. يا ريت والله. طيب مع السلامة. يبقى النوع الاخير ده يعملون بما لا يعلمون، يعني جاهلة. تلاقي واحد موظف في عمل وجاهل بوظيفته، يقوم ياخد قرارات يغرق البلد، وده بقى كتير اتكلم فيهم للصبح، اللي غرقوا بلدنا دول وغرقوا المسلمين. اخد بالك ازاي؟ يعملون بما لا يعلمون، ما عندهمش حكمة ولا علم ولا فهم، وياخد قرارات، ياخد قرارات ليل نهار، هذا في امور الدنيا فيفسدها، وفي امور العبادة يعمل بلا فقه فيبقى عبادته باطلة، نسميه احنا درويش برضو، ده نوع وحش مش مطلوب. النوع الثالث ولا يتعلمون ما لا يعلمون، طب يحاول بقى يتعلم الحاجة اللي ما يعرفهاش يتعلمها، تلاقيه برضو مش عايز يتعلمها. يا جماعة الدروس اللي في المساجد دي، بنوقف واحد يقبض من الناس اللي داخلة؟ في السينما بيوقف واحد يقبض من الناس اللي داخلة، صح ولا لا؟ في السينما برغم كده يقفوا في طوابير ويتخانقوا عايزين يدفعوا الفلوس عشان يدخل، يتخانقوا. طب شفت انت واحد اتخانق عشان يدخل يحضر الدرس في الجامع؟ مع ان في الجامع ساعات يجي ببلاش ويجي واحد يوزع نفحة كمان ياكل الناس، برغم من كده برضه ما يجيش. مش دي مصيبة برضه؟ حاجة غريبة، مصيبة. ولا يتعلمون ما لا يعلمون،
والمصيبة الرابعة بقى ويمنعون الناس من التعلم. يقول لك اوعى تروح تحضر لفلان ده صوفي. اوعى تحضر للدكتور علي جمعة، لأن الدكتور علي جمعة بيجيز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، اوعى. بيقولوا البعض كده العيال. تصور يبقى بيمنعوا الناس هم التعلم. فمش كده وبس، ويغلي على الناس معايشها، يقوم الناس تنشغل في طلب الرزق لانه طول النهار مجتهد، يقوم مش فاضي يروح يتعلم. يبقى برضو غلاء المعايش وصعوبة الحياة على الناس دي منع للناس من التعلم، لان خلاص استهلك كل وقتك في طلب المعايش، هتروح تتعلم امتى؟ خدت بالك؟ يبقى دي برضو مسؤولية المسؤولين، ان هم لازم يريحوا الناس في حياتهم، مش يخلوا الثانوية العامة 3 سنين عشان يفضل الراجل منهك ورا عياله، يفضل يدي دروس خصوصية بدل ما كان هيدي دروس خصوصية سنة واحدة هيدي دروس خصوصية 3 سنين من اولى سنة ويدي في دروس خصوصية، يقوم يبقى منهك في انه يحصل المبالغ بتاعة الدروس الخصوصية. هيجي يتعلم امتى بقى؟ ده هو لو عنده 3 عيال يبقى عنده 9 سنين ثانوية عامة. كان زمان 3 عيال ب3 سنين ثانوية عامة تمشي. فهمت ازاي؟ يعني هم خلوها 2 سنين الناس تعب، لا وهيخلوها بعد 2 سنين كمان 3 سنين، بيفكروا. كل ده ليه؟ عشان يشغلوا الناس اكتر، يشغلوا الناس اكتر، يمنعوهم من التعلم، لان لو اتعلموا هيفوقوا ولو فاقوا هتبقى مشكلة. فربنا ينجي. وبهذا الاسناد قال: العجب ممن يقطع المفاوز ليصل الى بيته. العجب كل العجب من اللي يسافر من اخر الدنيا عشان يروح ايه؟ يزور الكعبة ويزور النبي صلى الله عليه وسلم. العجب ممن يقطع المفاوز ليصل الى بيته الحرام، يعني في الحج والعمرة وغير ذلك، فيرى اثار النبوة، كيف لا يقطع نفسه وهواه ليصل الى قلبه فيرى اثار ربه عز وجل. في حين لو قطع المفاوز من نفسه وفي بيته من غير ما يتحرك بقطع العلائق والشهوات ومنازعة الاقدار كان حيصل الى ما اكثر مما يراه لو سافر وشاف هناك اثار النبوة. فهمت ازاي؟ وقال: اذا رأيت المريد يستزيد من الدنيا فذلك من علامات ادباره. اذا رأيت المريد يستزيد من الدنيا يعني متشوفا اليها، حريصا على جمعها، مشتغلا بها بقلبه لا بجوارحه، فذلك من علامات ادباره عن الوصول الى الله. وسئل عن الزهد فقال: النظر الى الدنيا بعين النقص والاعراض عنها. هو ده الزهد، النظر الى الدنيا بعين النقص. الدنيا ناقصة، حاجة ناقصة تبص لها عايزها ما هي ناقصة، والاعراض عنها وتعرض عنها، يعني تعرض عنها حتى لا تنشغل بها عن الوصول الى الله، تعززا من العزة لدناءتها، وتظرفا لقذارتها، لان الانسان الظريف كده اللطيف كده يكره الحاجة القذرة يتعسف. فهمت ازاي؟ وتشرفا يعني ترفعا عنها لحقارتها، يبقى عنده عزة كده لانها دنيئة، الدنيا من الدناءة، وتظرفا لانه طبعه ظريف يحب الحاجة اللطيفة النظيفة وهي قذرة فهي جيفة، وتشرفا الى امور الاخرة ترفعا عنها، اولا لدنو اجلها ولقصر اجلها ولحقارتها عند ربها. ونقف على ابو بكر احمد بن نصر الزقاق الكبير. نقرا الهامش. طيب. ومن اقواله: اعرف الناس بالله اشدهم مجاهدة في اوامره واتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال: من استوى عنده ما دون الله نال المعرفة بالله. وقال: من استوى عنده ما دون الله نال المعرفة بالله. هل
يعني من استوى عنده الذم والمدح، من استوى عنده الفقر والغنى، من استوى عنده الستر وعدم الستر، العافية والمرض، من استوى عليه أن قبلت عليه الدنيا أو أدبرت، فهمت إزاي؟ استوى عنده المنصب وعدم المنصب، استوى عنده الجاه وعدم الجاه، كل شيء عنده سواء لأنه من الله. من استوى عنده ما دون الله يعني من العوالم أقبلت أو أدبرت عنده سواء، نال المعرفة بالله. يعني عنده سواء، يعني عنده سواء، يعني غير مستشرفا لشيء، بل هو مستشرف لما أقامه الله فيه. ادي معنى ما ربنا بيجري للمريض، لو فهم الإنسان بيجري على المريض ما كان يفعله حال عافيته مقبولا، في حين انه هو في حال العافية كان بيعمل العبادة وقد تكون مقبولة او مش مقبولة. يبقى الانسان في مرضه احسن، لانه نايم في سريره ربنا بيكتب انه كان بيصلي الخمس فرائض في الجامع بقت مقبولة، وهو اما كان سليم وبيجري على الجامع كان يروح يصلي يمكن تبقى مقبولة او غير مقبولة، صح؟ وعلى شكرا ما يريده اليك اعلى مما تريده اليك. من استوى عنده ما دون الله نال المعرفة بالله. ويقول انزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها، يعني اجعل اعمالك حتى اكلك ليس لنفسك بل لله، تقوية للنفس وصولا الى الله لا لشهوة نفسك، ولا بد له منها، يعني تأخذ الضروري والحاجي لبقاء النفس، لأن النفس ما هي إلا الدابة التي توصلك إلى ربك. فإن من ملك نفسه عز ومن ملكته نفسه دل. ومن كلامه ست خصال يعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء، يعني من الدنيا يغضب في الدنيا، الدنيا غير شيء، لكن لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله. لو اتسرق منه 10 جنيه في الاتوبيس يوقف الاتوبيس كله عايز يفتشه، لكن لو واحد سب الدين في الاتوبيس ولا حاجه، كان دبانه وقفت كده يمشي، صح؟ يبقى بيغضب في لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، اما اذا انتهكت حرمات الله فلا يقف امام غضبه واقف صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ يبقى علامه الجهل ده الغضب في غير شيء والكلام في غير نفع، قاعد طول النهار ود 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 قاعد يرغي في كلام ملوش معنى. يعني بلاش يبقى معصيه زي قلته في الكوره، صدق مصر ما خدتش ولا صوت الفيفا، اسمها الفيفا ولا الفايفا؟ فيفا ولا الفايفا؟ يقول لك الفيفا عبده، الفيفا عبده، احمد بهجت كان كاتبها كده، الفيفا عبده مش عارف ايه اهون من الفيفا. والكلام في غير نفع، طول النهار قاعد يتكلم في حاجات ملهاش معنى، ما ليه؟ والعظة في غير موضعها، ويقعد يوعظ في مين؟ يوعظ في ناس مش في اهل عظة، واخد بالك؟ العظة في غير موضعها، يعني الناس قاعدة مثلا في لهو شديد وهو يروح جايب لهم آية، جايب لهم حديث، ما هم الناس دلوقتي مش في الحال اللي هو يسمعوا الكلام العالي ده، واخد بالك؟ ده كده امتهان لهذا الحديث، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى وقته، وليس كل ما اتى وقته اتى اهله، فلازم واحد يبقى عنده حكمه. يلاقي واحد بيقرف من نفسه، لو سلم على واحد يغسل ايده، طبيعته كده، يقوم يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الذبابه في ناء احدكم فليغمسها ثم فليشرب. البطن. هو روح متقايل. طب ده كلام، يعني ده حديث تقوله الواحد من النوع ده؟ يعني شو بقى عندك؟ يعني اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني الواحد يبقى عنده كده فهم، انما قاعد في وسط ناس مش لاقيه اللبى وفرحانين جابوا فرخه بعد طول ضنا، وبعدين حطوها، وبعدين جت دبانه راحت واقعه في المرقه، تقوم تقول لهم الحديث ده؟ ما تقلقوش ما يجراش حاجه، اغمسها وكل، يلا يا عم مش
يفرحوا ياكلوا، صح ولا لا؟ يبقى كل حاجة ليها وقتها، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى أهله، وليس كل ما أتى أهله أتى وقته. فالواحد يكون عنده تمييز. وإفشاء السر، إما سر الخلق أو سر الخالق الذي جعله في قلبك، تقوم عايز تفشي سرك أمام الناس وتعرفهم حالك، أو تفشي سر الخلق. ها؟ أو يدعها براحته يعني، لكن ما يرخهاش يعني، خسارة ماليتها، خسارة تضيع ماليتها. والثقة بكل أحد برضو دي من علامات الجهل، إن الإنسان يثق بكل أحد ولا يعرف صديقه من عدوه، ما يعرفش إيه اللي يخدمه ويوصله لربه من اللي إيه اللي بيبعده عن ربه. يا يحب الشلة أو اللي بيقعد معاها كل يوم على القهوة، وهي الشلة اللي قاعد معاها كل يوم على القهوة دي اللي بتعلمه البانجو وبتضيع وقته وبتخليه يلعب قمار ويلعب طاولة وعلى المشاريب وينتهي بنكد، واخد بالك؟ هي الشلة دي المصيبة، واخد بالك؟ اللي تمنعه. أو يقعد في النادي كل يوم يقول لك أصل أنا عضو في نادي الجزيرة، في النادي الأهلي، في النادي مش عارف إيه، يقوم ياخد مراته وعياله كل يوم على النادي، كل يوم على النادي، يقوم يقعد هناك، مراته تقعد مع شوية مطلقات يبوظوا أخلاقها على جوزها عشان عايزونها تتطلق زيها، وهو يقعد مع شوية رجالة يتفرج على الستات المتزوقين يقوم يلاقي مراته وحشة، بعد ما كان مبسوط بمراته بقت مراته وحشة لأنه شاف الستات الحلوين التانيين، وبعدين عياله قاعدين يتنططوا في النادي يتلموا على الشلة اللي بتشرب بانجو، فمش عارف عدوه من حبيبه، يبقى هو عدو نفسه. فالقعاد في النوادي يا جماعه ده باستمرار كده ده بدعه ضلاله، لانه بيؤدي الى مخالفات كثيره بالصوره الحاليه دي، لبدعه ضلاله، مش الاحتفال بالمولد النبوي بدعه ضلاله. هو هل حذروك من القعده في النادي؟ لا، حذروك من الاحتفال بالمولد النبوي لانتماص بصيرتهم. فهمت ازاي؟ هم مش فاهمين المساله ماشيه ازاي. ونقف على سيدنا ابو بكر احمد بن نصر الزقاق الكبير يوم السبت القادم إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين يا رب العالمين، واكفنا ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآته الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي العالين درجته، وفي المقربين داره، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.